إدارة خفية، والكل منكم يعرف يعني وش تعني كلمة إدارة علاقات المرضى وعلاقات المرضى، فالكل منكم أكيد عنده اطلاع وش دور علاقات المرضى في المستشفيات. طبعا احنا في مستشفى الكاسب التخصصي عندنا إدارة علاقات المرضى مرتبطة في إدارة المستشفى مباشرة. نعطيكم نبذة تعريفية عنها، عن إدارة علاقات المرضى. طبعا ارتباطنا دائم في إدارة المستشفى، طبعا هي الرابطة اللي تكون بين المريض والإدارة، يعني احنا نكون الرابط اللي بين أسرة المريض أو المريض أو الإدارة وموظفي المستشفى وأسرهم بشكل عام. طبعا الموظفين موظفات علاقات المرضى، شوف مثل ما عندك، يبدأ يدا بيد مع موظف المستشفى على تقديم الخدمات متميزة، الخدمات المتميزة اللي أساس نضمن إنه أرقى المستويات أو الرعاية الصحية توصل المريض بشكل كامل للمريض، وضمان توفير أرقى مستويات الرعاية الطبية المتخصصة. يعني كل منكم يتساءل كيف أنت ممكن، طبعا أنت كعلاقات مرضى تشوف وش النواقص اللي المريض محتاجها. طبعا أكثر المرضى ما يعرفون وش الأشياء اللي ممكن يحتاجونها من طريق الأطباء والخدمات المقدمة، ما يكون عندهم اطلاع كافي أو اطلاع كامل، فأنت تحاول توضح لهم الصورة وش اللي صاير، يمكن يحتاج أشياء، يمكن يحتاج من 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 طبعا من الأطباء أو من إدارة أو من كذا، فأنت تحاول توصل له وتعلم الأشياء اللي ممكن يقدر يقدمها. طبعا موظف علاقات المرضى يعني لازم يكون عندهم خبرة، متميزين يعني لازم تلتقي لهم أشخاص، يعني مو أي شخص ممكن يقوم بخدمة علاقات المرضى. طبعا احنا في علاقات المرضى هنا في المستشفى التخصصي عندنا علاقات مرضى للعيادات الخارجية وللمرضى المنومين، يعني الحمد لله نغطي كافة مجمل المستشفى من جميع العيادات في المستشفى، أو أثناء المرضى المنومين أو الطوارئ بعد، حتى الطوارئ يعني ضامنها بعد أن حتى الطوارئ بعد يغطون علاقات المرضى. طبعا جميع الأشخاص هنا يكون عندهم يعني يكون عندهم شهادات حاصلين على شهادات سواء الماجستير أو شهادات البكالوريوس في علم النفس وعلم الاجتماع، يعني كلهم ناس ذوي خبرة ولازم يكون منتقين بشكل، لأنهم يتعاملون مع مرضى معصبين، مرضى ما يعني صعب انهم يعني التعامل معهم، انتم عارفين يعني تشتغلون في مستشفيات، فلازم يكون الناس يسمع كويس وكذا حتى انه ياخذ من المريض ويحاول انه يوضح له الصوره كامله، لانه يتعامل بعض مع الاطباء ويتعامل مع الاداره، فلازم يكون شخص يعني شخص منتقى وشخص يكون متعلم. عندكم الاهداف حقت علاقات المرضى، يعني احنا وش الاهداف اللي احنا نسعى لها في المستشفى هنا واللي نحاول نوصلها للمريض، يعني اهميتنا كلها ان كيف تخلي المريض يطلع من عندك او يعني يكون بصوره انه مبسوط من الخدمات اللي تقدم له في المستشفى. فخلنا نشوف معكم هنا الاهداف. طبعا دعم المرضى وأسرهم للتعبير عن مشاعرهم حول القضايا التي يواجهونها اثناء تلقي خدمات الرعايه الصحيه ويشمل ذلك الاقتراحات والشكاوى. طبعا المريض انت ما تستنى انه يجيك حتى انه يقول لك انا اعاني من المشكله هذه ولا اعاني من المشكله هذه. احنا نقوم في جوله سواء على العيادات الخارجيه، نراقب الوضع في العياده، نشوف وش اللي صاير. فانت تجي تسال المريض وش مشكلتك؟ وش يعني وش كيف انا ممكن اقدر اقدم لك شيء؟ أو أثناء تنويمهم، كل المرضى الجدد اللي يتنومون في مستشفى الكاسب التخصصي، جميع المرضى ثاني يوم الصباح أو في نفس يوم التنويم إذا كان فترة الدوام، يمرون عليهم أخصائيين علاقات المرضى. تجي تعلمه في الخدمات اللي يقدمها المستشفى، إذا كان عندك أي مشكلة من نتكلم، كيف توصل لنا، تعطيها أرقام الاتصال فيه. توضح له وش الاشياء اللي ممكن يستفيد منها في المستشفى غير النواحي الطبيه، وش الاشياء
الاخرى يعني اللي ممكن تقدمها لها في المستشفى. فنعطيه يعني تعريف نعرفه بشكل كامل وبشكل عام عن الاشياء اللي ممكن يستفيد منها في المستشفى. يعني ما تجي تنوم المريض و بس يجي الدكتور يطلع له وعارف وش الدقه وش اللي يعني. طبعا اكثر المرضى اللي يجون من جميع انحاء المملكه يعني في مستشفى الملك فيصل جميع انحاء المملكه. ف في كتيبات اثناء التنويم نعطيها للمرضى فيها جميع الاشياء اللي يحتاجونها، اي استفسار عند المريض سواء ارقام تليفونات اي شيء ممكن يحتاجه، اي اداره ممكن يعني يوصل لها من الادارات اللي هي مباشره مع المريض تكون موجوده، كيف يستفسر، كيف يسال، كيف كلها موجوده في الكتيب. يعني لو معي نسخه كان اعطيتكم واحد منه، لكن هي موجوده في مكتب التنويم كتيبات ممكن تشوفوها. طبعا في علاقات المرضى انا لازم اجمع بيانات ومعلومات وتكون عندي على شكل داتا بيس ادخلها، سواء كانت مشاكل استفسارات اي حاجه لازم يكون عندنا داتا بيس معينه ندخلها في الداتا بيس هذه، جميع المعلومات المتعلقه حتى انك ترفعها لاداره المستشفى تشوف وين الثغرات وين النقص وين المشاكل تحاول تحلها بقدر الامكان. فلازم يكون عندنا داتا بيس كل الاشياء هذه تمر علينا من مشاكل او استفسارات او اي شيء قدم المريض لازم يكون عندك في داتا بيس معين. طبعا الموظفين بشكل عام في مستشفى الفيصل التخصصي او سواء في علاقات المرضى او في اي اداره ثانيه كلهم يعني يتلقون دورات تعليميه تغطي فيها حول الخدمه المقدمه للمرضى وكيف التعامل مع المرضى ونوعيات المرضى اللي يجون للمستشفى. فيعطونا دورات معينه اخصائيين كيف تتعامل مع المريض، كيف تتعامل مع نوعيات المرضى، المريض اللي يعني تعرف انت ممكن تعاملتوا مع مرضى كثير، المريض اللي يعني كيف تتعامل مع نوعياته سواء تعرف التخصصي ولا كذا، يزورون ناس من جميع انحاء المملكه ناس، فلازم تتعامل مع كل واحد على قد ما وده هو تتعامل معاه او بالشكل المطلوب يعني. خدمات علاقات المرضى طبعا هذا تكلمنا عليها مسبقا ان يزورونهم اثناء التنويم في المستشفى. تواجد مكاتب علاقات المرضى بالعيادات الخارجيه ودرجه التواصل مع المرضى لتلبيه احتياجاتهم، يعني في كل عياده عندنا في المستشفى يوجد في اخصائي علاقات مرضى يكون متواجد اثناء فتره التنويم. طبعا يقول كحرص موظف علاقات المرضى على اللقاءات الدوريه للمرضى ونوع اللقاء المسؤوليه في المستشفى ذلك التعبير عن رضاهم بخدمات مريض. عندنا في المستشفى الحمد لله بفضل الله علاقات المرضى دائما تسوي اجتماع يعني يجي يحضر فيه المدير الطبي ويحضر فيه الاطباء المعنيين في يسوون اجتماع كامل حتى يوصلون اصواتهم للمسؤولين مباشره. فاحنا دائما كل ربع سنه او كل نص سنه نحاول نلتقي في يعني نسوي اجتماع مكبر شوي يعني مع المدير الطبي وبعض الاطباء يستفسرون المرضى فيه، يسالون اذا كان عندهم اسئله كان كذا يجاوبونهم عليها الناس اللي هم ذوي الاختصاص. طبعا تقديم الخدمات الترفيهيه للمرضى صحف والمجلات وخدمات الانترنت بشكل كامل في المستشفى. اي مريض حاب انه مثلا يبغى صحيفه او كذا توزع عليهم بشكل يومي او خدمه الانترنت اللي يحتاج خدمه الانترنت يزود فيه رقم سري اسم مستخدم ورقم سري لجميع الغرف سواء طبعا مطبقه في التنويم ما هي مطبقه في العيادات الخارجيه، ولكن اذا طلبها احد في العيادات الخارجيه ممكن نزود له في رقم او اسم مستخدم للانترنت. والصحف الحمد لله متوفره في كل مكان والمجلات تكون في الانتظار، انتظار المرضى دائما تكون موجوده. اضطراب التيمم متوفر عندنا، اضطراب التيمم موجود يكون عادة موجود في أقسام التنويم بشكل كامل.
تكلمنا عن هذا القسم مساعدة المغرب حصول على القانون المغربي. طبعا الكتيب يغني عن كل حاجه بالاضافه الى الشرح اللي احنا نقوم فيه مع المريض اثناء التنويم. طبعا عندنا هنا قسم استبيان كامل في المستشفى سواء في العيادات الخارجيه او اثناء التنويم. استبيان يكون يعني من مجموعه اسئله يعطى للمريض يعبيه المريض او انت تعبيه وتسال المريض وتعبيه تساعده فيه، تجمع الاستبيانات هذه كلها وتشكل في داتا بيس على اساس تاخذ الاراء وكذا وتشوف وش اللي ممكن تسويه وش طلبات المرضى وش الشغلات هذه اللي ممكن احنا نقدر نوصلها للمرضى. طبعا المريض ما يوصل لك في علاقات المرضى الا انه عنده مشكله صعبه. يعني ما يجيك الا عنده مشكله يبغى لها حل. فبعض الحلول ممكن تكون حلول مباشره تقدر تحلها لعدم ثقافه المريض او لعدم فهم المريض للممرضه او للدكتور او لاي اسباب او طلبات ممكن ما تلبى. فانت كاخصائي علاقات مرضى تشرح للمريض كيف ممكن يعني كيف ممكن تساعده وكيف ممكن توصل لشيء. بعض الاشياء ما تقدر تحلها حل مباشر فتطلب من المريض شكوى خطيه او طلب خطي او يعني خطيه ترسل للاداره عن طريق علاقات مرضى بعد ما تراجعها مع المريض. مثال المواعيد البعيده ما في عندك في السكجولينج او في المواعيد عندك يكون في مكان فاضي للمريض، موعد مثلا بعد سنه يقول والله انا ابغى اقرا. طيب ما تقدر. والدكتور يقول هذا اللي موجود، فهذا مثال بسيط يعني اكتب خطاب للاداره من المريض وش طيب وش الظروف اللي عندك وش كذا يشرحها كذا، اذا اقتنعت من الاداره ممكن نقدم المريض يحطونه زياده على العياده. طبعا اي حملات توعيه صحيه ولا اي شيء تثقيف للمريض نحاول نوصله سواء عن خطا عن كتيبات او عن مثلا يكون عندنا في بعض المحاضرات او حاجه ممكن ندعي بعض المرضى لها او المرضى اللي حابين انهم يشاركون في اساس انك تقدر توصل لهم. طبعا كل شيء في علاقات المرضى لازم يكون سري للقائد. يعني لو جاء مثلا مريض يشتكي عن ممرضه او يشتكي عن دكتور او صارت له مشكله مع احد تكون بينه وبينه ما نخلي احد من يعني من الاقسام الاخرى يطلع عليها مباشره من علاقات المرضى الى اداره المستشفى. نظام تقني متقدم. طبعا شلون تقنيه المعلومات عندنا في المستشفى؟ يحاولون انهم يعني الاي تي اي يحاولون انهم تقديم علاقات مرضى بيننا وتقديم متابعه حالات المرضى ذلك من تقرير خلال يوم. احنا اي شيء يجينا يوميا نسوي له دوكيومنتيشن تسجيل. اي طلب لاي مريض سواء طلب علاج ولا طلب تقديم موعد ولا صارت له مشكله ولا صار له اي حاجه عندنا في الداتا بيس ندخلها مباشره في نفس اليوم. طبعا هم ما قصروا سووا لنا برنامج عن طريق النتورك ممكن نقدر نعبي فيه اي حاجه تخص المريض بشكل فتتجمع في شكل داتا بيس وبيانات بشكل يومي. طبعا كل هذه تكون شهريه تقارير وربع سنويه ونصف سنويه وسنويه اي شيء يدخل عن طريق علاقات. طبعا هذه خلاصه ما يحتاج اني انا اشرح فيها. يقول تظل اداره علاقات المرضى حريصه كل الحرص في تطوير وتنميه كل ما يسهم في رقي خدمات الموظفي وموظفات علاقات المرضى الوصول لافضل واعلى مستوى الخدمات التخصصيه في مستشفى الملك فيصل التخصص. اذا فيه طبعا اي استفسار ولا شيء ممكن يكون اتصال يعني لان احنا حاضرين في اي وقت. طبعا ما يحتاج اني اشرح كثير في علاقات المرضى لانه واضح انك انت ابغى للمريض وتوصيل حقوق المريض بالشكل المطلوب. والله يحييك ويا اهلا وسهلا. طيب بالنسبه في بعض الاسئله تفضل من ناحيه الخدمات اللي قدموها انتم الان للمكاتب الاقليميه مثل اي طبعا الخدمات اللي قدمها المكاتب الاقليميه اي طلب يكون للمريض اكثر الخدمات تكون عن طريق اي طلب يكون لهم عن طريق ادويه يحتاجون لادويه طبعا
طبعا عن طريق الايميل الله يجزاهم خير ما قصرهم مرتبين لنا، فالطلبات كلها تتم عن طريق الايميل. اي ادواء او اي طلب او اي تقديم موعد او اي مشكله للمريض بتاخير ولا في شيء تجينا على الايميل، احنا نقوم في عرض المشكله ونطالعها ونشوفها ونشوف عاد المختصين فيها لحلها، سواء ادويه او تقديم موعد او اي حاجه عن طريق، كلها تكون عن طريق الايميل وعن طريق الاخوان حقين خدمات شؤون التعاون المشترك في الاتصال لهم، حتى احنا لو احتجنا شيء هم ممكن يقدمون لنا المساعده. طبعا كل الخدمات او كل الاقسام المعنيه او اللي متصلين مع كلها احنا اتصالاتنا فيهم مباشره عن طريق اكستنشن، كانوا موجودين معنا في المستشفى ونتعامل معهم عن طريق الكمبيوترايز، عن طريق النتورك اللي بيننا وبينهم، فكلها هذه مؤسسه بشكل ممتاز جدا. واي استفسار يتصلون فينا كانهم معنا في المستشفى، يتصلون على طبيب، يتصلون على هذا كله، اذا صارت لهم اي صعوبه ولا اي شيء كلمونا احنا علاقات المرضى حتى نحاول نسهل لهم الموضوع. اذا في اي اسئله ولا شيء. جزاك الله خير.